النهارده الفريق راحه بعد مباراه امبارح مع المقصه، بكره هيكون في استئناف للتدريبات الساعه 11 الصبح، مران صباحي بعديه مباشره الاهلي هيتوجه لمطار القاهره الدولي عشان ياخد الطياره بتاعته في اتجاهه مين؟ للمغرب. هيكون بالظبط الساعه 4 هيتحرك، يوصل ان شاء الله الساعه 8 بالليل ويستعد ان شاء الله من خلال تدريبات حوالي 3 تدريبات قبل مباراة يوم السبت يكون استعداد بمنتهى القوة. الحمد لله الكل جاهز، الكل تمام، مفيش أي إصابات بإذن الله، كله سليم وكله متأهب ومنتظر هذه المباراة بفارغ الصبر عشان إن شاء الله بإذن الله شعب الأهلي يفرح وجمهور النادي الأهلي يفرح والشعب المصري كمان، لأن الأهلي ممثل للكرة المصرية، ممثل ممتاز في الحقيقة للرياضة المصرية، لأنه دايما بيرفع اسم مصر في العالي وبيقدر يحقق ألقاب كتير جدا. إن شاء الله نكون موفقين في هذه المباراة وإن شاء الله الأهلي يفرح كل الأهلاوية.